السلام عليكم. بعد طول غياب عن المراجعات أعود إليكم في مراجعة جديدة لجهاز جديد متميز جدا من أجهزة شركة بلاك فيو المعروفة بقوة البطارية في جميع أجهزتها وبالميزات الجديدة والمتفردة التي تضيفها إلى أجهزتها. فهيا بنا إلى فتح العلبة لنتعرف أكثر على هذا الجهاز المتميز والرخيص في نفس الوقت. أهلا من جديد. تاب 11 أو تاب 11 هو عبارة عن حاسوب لوحي أو جهاز تاب أو تابلت، أيا كان النطق لا إشكال، يمكن أن يتحول إلى لابتوب من خلال استخدام حافظة الكيبورد بطبيعة الحال. بعد فتح العلبة تجد الأكسسوارات الأساسية في الجهاز، كابل أو كيبل USB، أيضا وصلة OTG بالإضافة إلى الشاحن ويدعم الشحن السريع، أيضا هنالك كتيب الاستخدام بطبيعة الحال وأداة إخراج الشريحة والذاكرة الخارجية. ويأتي هذا الجهاز بشاشة بقياس 10.36 بوصة وبدقة 2K، أيضا يعمل بمعالج يونيسوك T618 الذي يجمع بين نوى A75 بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز وستة نوى أخرى من صنف A55 بسرعة فائقة تصل 1.8 جيجاهرتز. أيضا هذا المعالج T618 يتفوق على معالجات أخرى شهيرة موجودة في بعض الأجهزة مثل كوالكوم 660 وأيضا ميديا تيك P70. فيما يخص الرام أو ذاكرة الوصول العشوائي فنجد هنالك 8 جيجا مع 128 جيجا بايت في السعة الداخلية للجهاز، ويمكن توسيعها عبر بطاقة مايكرو SD خارجية يمكنك وضعها مكان شريحة الاتصال الثانية، ويدعم شريحتي اتصال كما تشاهد معي بالإضافة إلى دعم شبكات LTE. ويأتي هذا الكمبيوتر اللوحي أو الحاسب اللوحي تاب 11 الجديد بهيكل مصنوع من سبائك الألمنيوم بسماكة 8.1 ملم ووزنه لا يتعدى 460 جرام، وبالتالي فهو خفيف، كما أنه يعمل ببطارية خارقة كما هو العادة مع جميع أجهزات شركة بلاك فيو، وسعة هذه البطارية هي 6580 ملي أمبير، ويمكن لهذه البطارية أن تستمر في العمل لخمس ساعات وخمسون دقيقة متواصلة عند تشغيل فيديو بدقة عالية على الجهاز دون الحاجة إلى أي شحن. ويدعم جهازنا هذا مجموعة من التقنيات المتقدمة مثل GNSS وأيضا GPC جلوناس وأيضا بايدو بالإضافة بطبيعة الحال إلى شبكة الواي فاي. أما فيما يخص الكاميرا فالكاميرا الرئيسية الخلفية تأتي ب 13 ميجا بيكسل والكاميرا الأمامية 8 ميجا بيكسل. ويعتمد هذا الجهاز في العمل على نظام التشغيل دوك أوس P2.0 ويعتمد على نظام الأندرويد 11. أيضا من أهم الميزات المدرجة في هذا الجهاز هو أنه يسمح لك بتدوين الملاحظات في شكل صوتي أو في شكل صور، كما يدعم أيضا ميزة تقسيم الشاشات أو الشاشات المتعددة. أيضا يأتي هذا الجهاز مع شهادة الوايد فين L1 والتي تسمح لك ببث مقاطع الفيديو بجودة الفول HD، وبالتالي يمكنك الاستمتاع ببث بجودة عالية على تطبيقات مثل اليوتيوب نتفليكس وأيضا ديزني بلاس. ورغم كل هذه الميزات التي يأتي بهذا الجهاز الجديد فالسعر رخيص جدا مقارنة بكل هذه المزايا، بحيث يبلغ السعر فقط 189.99 دولار، يعني 190 دولار بطبيعة الحال. والجهاز سوف يكون متوفر للعوام بداية من اليوم السادس من الشهر الحالي شهر ديسمبر. إذن إن كنت تفكر في شراء حاسب لوحي جديد أو جهاز تابلت فأنصحك بأن تضع هذا الجهاز في عين الاعتبار نظرا لسعره الرخيص وللميزات المتقدمة التي يقدمها، وفي مقدمتها البطارية التي يعني شهرت بها جميع أجهزة بلاك فيو. فشخصيا أكثر ما أبهرني ولازال يبهرني في جميع أجهزة بلاك فيو التي استخدمتها شخصيا هو قوة البطارية التي تقدمها هذه الشركة في أجهزتها. رابط هذا الجهاز تجده كالعادة أسفل هذا الفيديو مباشرة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه، أتمنى أنها قد أفادتكم، وعلى أمل اللقاء بكم إن شاء الله في قادم الحلقات والشرحات. دمتم جميعا في أمان الله.